حابه تقولي ايه عن الراحل محمود عبد العزيز؟ اقول له بحبك قوي، كل جمهورك العربي بيحبك وبيدعي لك، وانت في ايدين رب رحيم، واحنا طبعا كلنا هنلحق بيك، بس انت اثرت في وجداننا جدا، وعمالك عمرها ما هتموت، وهنفضل ندعي لك يا رب يا رب يا رب يعني يرزقك الجنه، وربنا يصبر اولادك وكل محبيك. حابب اقول يا استاذ محمود، انت معانا، انت احنا حاسينك النهارده وسطينا، والكاريزما الرائعه بتاعت الاستاذ محمود عبد العزيز هي اللي عملت للشخصيه المصريه وللشاب المصري وللروح المصريه هذه السمعه الجميله عربيا. استاذ محمود عبد العزيز، اول مره اشوف ابن البلد الشيك، ابن البلد اللي مش شايل مطوه ولا بيشتم ولا بيزعق ولا بيضرب، لا، ابن البلد الشيك اللي بيحب بلده واللي بيعبر عنها بشكل رائع واللي بيتكلم عنها بشكل كويس جدا من خلال شغله. ربنا يرحمه ويصبر اهله ويعني وبجد ويفضل كده الاجيال اللي جايه قادره على العطاء بنفس المستوى ان شاء الله. استاذ محمود عبد العزيز قامه كبيره جدا، يعني كل التعازي لاسرته الكريمه ولكل المصريين، بس هو باقي معانا بكل اعماله العظيمه اللي هو قدمها لنا. الله يرحمه طبعا، يعني هو الخبر كان مزعج جدا واحنا كلنا حزننا جدا طبعا، ما كانش متوقع، يعني هو طبعا احنا عارفين ان هو تعبان، بس ما كناش متوقعين انه فراقه هيبقى بسرعه كده، واحنا عمرنا ما هننساه طبعا ولا هننسى الاعمال اللي قدمها لنا في السينما، والله يرحمه.